السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. وغنتحولوا من القنيطرة إلى أكادير مع لالة حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عم الحاج، كدير بخير؟ حياك الله بنتي، الله يبارك فيك. صحانة عم الحاج، تقريبا أنا شي عامين دابا وأنا كنتصل بكم ما كيشدش ليا الخط. الله أكبر، سمحي لنا بنتي، سمحي لنا، الله يجزيك بخير. عم الحاج أنا ما يتغدى معايا، أنا تقريبا دابا في عمري 42 عام ولا 43 عام، اللي كيجي ما كيساهلش ليا في الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هي تسمى راه الخدمة على موالين الدار وما عندي زهر معاهم ولا مع خوتي ولا مع والدي. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرج عليك لالة حبيبة. عييت عم الحاج، عييت أنا بزاف، ولكن ما كنطلب الله يعفو عليا ويحفظ عليا من عنده يا رب. حبيبه بنتي، كملت الدراسه ديالك؟ قريتي شي مستوى دراسي؟ لا لا عم الحاج، ما عمرني دزت في المدرسه. لا الله اكبر، لا اله الا الله. كان راه خدمه. ودرتي شي صنعه في يديك باش تقدري تكسبي قوت يومك؟ لا عم الحاج، خدامه في الشركات، من الفيرمه ومن الفيرمه للشركه. الله مويوي، ما دام صحتك راك تاكلي، تقل الصحه الانسان كيتعب. قال صحتي مشات، ضاعت ليا عمي الحاج. انا دابا غير كنطلب الله يعفو عليا، ما كليتش بقيت نخدم كاع، ولكن كنشوف راسي لما جلست ما كاينش اللي يصرف عليا وعلى موالين الدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الوالد عندي مريض، والوالده تا هي عيات، وخوتي ما انا اللي نقدتهم، هزيتهم من البلاد وديتهم لاكادير، ولكن ما قروش ليا بيه. لا حول ولا قوة. كلشي تزوج، كاملين تزوجوا وداروا ولادهم، وانا هي الكبيرة فيهم بقيت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اختي حبيبي الله يفرج عليك يا رب، الله يفرج عليك يا كريم. ملي كنت فقا صغيرة ديك 15 16 اللي كيجي عندنا ما كيبغيش الوالد، كيرفض، ما كيبغينيش يعطيني ليه، ودابا ملي لحقت على راسي اللي جا ما بقاش كيرجع. حبيبة لو ان نرجع بك الزمن الى الوراء 21 سنة أو 25 سنة، وجاك واحد الخطيب وأنت باقا مازال طفلة قصيرة عندك 15 عام 16 عام، وطلبك للزواج، كنتي غتقولي نعم ولا تقولي لا خصني تنكبر شوية ونقرا ونخدم وندير ونعقل؟ يعني ما كيخلونيش كاع نقول شي حاجة، ظهرنا ما كيخلونيش نهضر كاع، كاين اللي ما كنصيقش أنا كاع الخبار. لا إله إلا الله. كيقولوا لي البنات راه جا عندكم فلان وباك ما بغاش يعطيك ليه، كنقول لهم أنا فراسي والو. لا إله إلا الله. لا واش كان خايف عليك ولا كان ربما باغي تخدمي باش تجيبي لهم مساعدات ماديه؟ هو دابا كان با واحد ولد خالتي كان في الطاليان، ولكن هذاك ولد خالتي ما عمرو بغاني كاع. اه مسكين، هو الولد يفكر لك شي حاجه احسن، ولكن قدر الله. ما عمرو هو كاع هذاك ولد خالتي بغاني ولا سماني كاع، خالتي كانت باغياني وهو ما كانش باغيني. لا اله الا الله. ومازال ان شاء الله يكون خير باذن الله. اختي حبيبه مازال انت مازال عندك 42 43 سنه، مازال هناك زيجات حضرنا اليوم عندهم 50 عام و55 عام، وربي يكمل لهم الرجاء، ربي يكمل حتى الاخر الفتره متاخره، وربي يتجلى عليهم بالعطاء وبالخير يا ربي يا كريم. الله عم الحاج عافاك الدعم يا رب، علي معبر عيان شويه. الله يشافيه يا ربي يا كريم، نسال الله ان يشافيه ويبارك فيه ويحفظ لك الله الوالده والوالد والعائله جمعاء. لاله حبيب الله يكمل لك الرجاء بنتي، الله يكمل لك الرجاء. حبيبه الا قدرت يا بنتي واحد الذكر اللي فيه اسم الله الاعظم، قوليه دائما وابدا، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. هذا مقام الاستغاثه، لان الشابه بحال السن ديالك انها ضحات بشبابها وبصحتها ووقتها ومالها باش تحفظ العائله، انت تستحقين وسام شرف ووسام تقدير، حياتك كلها دوزتيها خدمه على الوالدين والاخوه وربيتيهم وكبرتيهم، انت ناجحه
بمقام النجاح الرباني، انت ناجحه تستحقين وسام شرف، ولكن هذه التضحيه كنفكروا دابا الان المستقبل ديالك كي غادي يكون، ما نفكروش بزاف بالمستقبل. علاش؟ لانه بيد الله، غدا او بعده سبحانه الذي هو مكور الليل والنهار، الذي يرفع السماء بغير عمد، الذي امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. ما تفكروش بزاف بالمستقبل لان كنحرقوا الطاقه ديالنا. المستقبل كله بيد الرحمن. نعم غنخطط غنبرمج، هذا كله لا ليس في معنى التواكل، دائما كنخطط الى رؤيه مستقبليه، ولكن لا اشغل نفسي برزق الغد، لان الله تعالى يقول يا ابن ادم ضمنت لك رزق اليوم فلا تسالني عن رزق الغد، كما انني امرتك بعباده اليوم ولم اطالبك بعباده الغد. فقط بنتي الحبيبه التوكل على الله. واضبي على هذا الذكر، سجليه، يتسمى ذكر الاستغاثه. يعني ربي راني كبرت وما كاين لا ولد لا راجل لا عائله لا تقاعد لا مستقبل، كي غندير؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اقضي لامري كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. على الاقل غير المقطع الاول من الحديث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ربي عز وجل وكل ملائكة في السماء، حينما يستمعون إلى هذا الذكر يفرون من السماء ويأتون إلى الأرض الدنيا ويقدمون الخدمات للعبد الذي يستغيث. ياما هناك روايات على الصالحين وقعت لهم شدائد كبيرة، واللحظة ديال الورطة يقول يا مغيث أغيثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيسخر له الله في الطريق دياله وناس غرباء، هما كيبانوا بشر ولكنهم خلق من خلق الله، أعطاهم الله سر من أسرار الله، كيكونوا لك يعطوك خدمات وكيعطوك عطاءات وكيتقضى على أيديهم حوائجك بإذن الله تعالى. فبنتي حبيبة لا تيأسي ولا تحزني، الله يكمل لك الرجاء، الله يجمع الشمل ديالك ويرزقك الله زوجا صالحا ويعطيك الله ذرية طيبة ورزقا وفيرا، والله يرضى عليك، الله يرضى عليك، راك انت ما خسرتيش، انت رابحة وكتستحقي وسام شرف وتقدير على كل الجهود اللي قمت بها، والخير إلى الأمام بإذن الله الواحد الأحد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا مقام الاستغاثة، لأن الشابة بحال السن ديالك أنها ضحات بشبابها وبصحتها ووقتها ومالها باش تحفظ العائلة. أنت تستحقين وسام شرف ووسام تقدير، حياتك كلها دوزتيها خدمة على الوالدين والإخوة وربيتهم وكبرتيهم، أنت ناجحة بمقام النجاح الرباني، أنت ناجحة تستحقين وسام شرف، ولكن هذه التضحية كنفكروا دابا الان المستقبل ديالك كي غادي يكون، ما نفكروش بزاف بالمستقبل. علاش؟ لانه بيد الله، غدا او بعده سبحانه الذي هو مكور الليل والنهار، الذي يرفع السماء بغير عمد، الذي امره بين الكاف والنون، اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. ما نفكروش بزاف بالمستقبل لان كنحرقوا الطاقه ديالنا. المستقبل كله بيد الرحمن. نعم غنخطط غنبرمج، هذا كله لا ليس في معنى التواكل، دائما كنخطط الى رؤيه مستقبليه، ولكن لا اشغل نفسي برزق الغد، لان الله تعالى يقول يا ابن ادم ضمنت لك رزق اليوم فلا تسالني عن رزق الغد، كما انني امرتك بعباده اليوم ولم اطالبك بعباده الغد. فقط بنتي الحبيبه التوكل على الله. واضبي على هذا الذكر، سجليه، يتسمى ذكر الاستغاثه. يعني ربي راني كبرت وما كاين لا ولد لا راجل لا عائله لا تقاعد لا مستقبل، كي غندير؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اقضي لامري كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. على الاقل غير المقطع الاول من الحديث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث.
ربي عز وجل وكل ملائكة في السماء حينما يستمعون إلى هذا الذكر يفرون من السماء ويأتون إلى الأرض الدنيا ويقدمون الخدمات للعبد الذي يستغيث. ياما هناك روايات على الصالحين وقعت لهم شدائد كبيرة واللحظة ديال الورطة يقول يا مغيث أغيثني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيخلي الله في طريق دياله وناس غرباء هما كيبانوا بشر ولكنهم خلق من خلق الله، أعطاهم الله سر من أسرار الله، كيكونوا لك يعطوك خدمات وكيعطوك عطاءات وكيتقضى على أيديهم حوائجك بإذن الله تعالى. فبنتي حبيبة لا تيأسي ولا تحزني، الله يكمل لك الرجاء، الله يجمع الشمل ديالك ويسعك الله زوجا صالحا ويعطيك الله ذرية طيبة ورزقا وفيرا والله يرضى عليك. الله يرضى عليك، راك انت ما خسرتيش، انت رابحة وكتستحقي وسام شرف وتقدير على كل الجهود اللي قمت بها، والخير إلى الأمام بإذن الله الواحد الأحد.